مرحبا طلاب، شلونكم؟ Today we have the unit 6 and today we are dealing with the activity book or sorry the workbook which contains the exercises concerning unit 6. اليوم راح ناخذ نتناول اهم التمارين المطلوبة من عندنا حلها الخاصة بunit 6. So I want you to open your books on page 33, صفحة 33. صفحة 33 عندنا practice number 1، التمرين الأول. What is or what are like؟ استخدام هذا structure حتى نسأل عن الأشياء. What is إذا كان عندنا subject هو الفاعل يعني يكون مفرد، وآر إذا كان الفاعل جمع وبعدها like. مثلا هنا يعني imagine that you are asking your friend who is living in Australia for about a year and ask him a question concerning Australia. For example, the weather. The weather هنا عندنا هو subject وهو أيضا مفرد، فراح نستخدم what is the weather like. The countryside. What is the countryside like? وهكذا. مثلا عندنا the people. هنا عندنا جمع فنقول what are the people like. The towns. What are the towns like? وهكذا تحلون على هاي الشكل، تستخدموا structure مال what like. وإذا حبيت تأكدون من حلولكم، you can go to page 91، تفتحون صفحة 91 وتأكدون من حلولكم. بعدها ننتقل إلى صفحة 34، صفحة 34. بدنا الإكسرسايز هذا اللي يخص الكومباراتيف and superlative. Number 3. Comparative and superlatives. خص درجات المقارنة والمفاضلة. Forming comparatives and superlatives. شلون أني أصيغ صيغ المقارنة والمفاضلة من مجموعة من الصفات اللي ناضيها إلنا. هذا هو التيبل. مثل عندنا happy صير happier comparative وhappiest superlative. Beautiful more beautiful وmost beautiful. Newer newest. Lovelier ولovelierest. وطبقون القواعد اللي تعلمناها اللي هي القياسي انه اضيف ER للمقارنة و EST للمفاضلة. واذا كان عندنا هذا one syllable، اذا كان عندنا اكثر من more than one syllable راح نستخدم more للمقارنة ثم صفة و most ثم صفة للمفاضلة. واذا كان منتهي ب Y تقلب ال Y الى I ونضيف ER او EST. واذا كان منتهي بحرف صحيح مثل عندنا hot نضعف الحرف الصحيح، لأن عندنا حرف صحيح مسبوق بحرف إلا، فراح نضعف الحرف الصحيح ونضيف ER بحالة المقارنة فصير hotter، ونضيف EST بحالة المفاضلة فصير hottest. وأخذنا بعض الشواذر الرجولة مثل good تصبح better و best. وهكذا تواصلون الحل على هذه الشاكلة. And if you want to check your answers، إذا أردتوا تشيكون أجوبتكم on page the key answers المفاتيح الحل on page 91 صفحة 91. ننتقل إلى page 35 صفحة 35. كل التمارين الموجودة on page 35 35 مطلوبة بعد التمرين الأخير. هذا يعني هو homework حيكون لكم. مثلا عندنا exercise 5 opposite adjectives. شلون نستخدم صفات ذات معنى متناقض، يعني نستخدم كأنما معاكسات ونخليها بصيغة الكومباراتيف أو السوبرلاتيف. For example، خلينا نحل هذا الإكزامبل، نشوف نستعرض الإكزامبل اللي هو حله حتى نفهم. مثلا Robert is the oldest in the family. هنا عندنا oldest هو الأكبر بين أفراد عائلته. No، راح ننفي هاي المعلومة. He isn't، he is. عكس old هو شنو؟ young. وهنا بستخدم صيغة مفاضلة، فأحتاج صيغة مفاضلة من young فهي youngest، فصير no he isn't he is the youngest. Number 2 Bob is more polite than his brother. فالصفة اللي استخدمها هي more polite، بما أنه شنو عكس polite؟ rude، عكس المؤدب شخص قاسي rude. فاب more polite معناه هو هنا دا يستخدم صيغة مقارنة، فنحتاج إلى صيغة الكومباراتيف من رود رودر، نضيف فقط R. Number 3 I'm the tallest in this class. Tallest صيغة مفاضلة. Tall عكس tall short.
وهنا عندنا اي اس تي معناها superlative degree. فشو تصير short shortest؟ No, you are not. You are the shortest. Number four, my homework was worse than yours. Worse, worse. أصلها هي شنو؟ أصلها bad. Worse, worst. فإذا هاي صيغة comparative، صيغة المقارنة من bad. عكس bad good. وصيغة المقارنة منها هي better. فصير no, it wasn't. It was better. وتكملوا الحل على هذه الشكل. والكي answers مثل ما قلت لكم on page 91. Exercise 6. عندنا as or than. عندنا مجموعة من الجمل والفراغات و you have to fill the gaps، تملي الفراغات إما مع as أو مع than. Number 1. Are you as tall? فراغ your brother. راح نستخدم as لو ذا، بما انه عندنا قبل الصفة as اذا راح نستخدم as. As tall as your brother. Number 2. She isn't as clever. بما انه عندنا as اذا as her sister. Was Jan's party Jan's party better? فراغ Maria's. فراح نستخدم than. 4. I'm studying the same subject as Emma. I'm studying the same subject as Emma. Liz works much harder than John. تلملي فراغ لثامس بذان. Number 6. I haven't got as many cousins as you. وهكذا. التمرين الاكسرسايز السابع استخدام as or not as. هذا الستركتور. For example, Bob's taller than Jack. Jack is not as tall as Bob. Bob got more presents than Jack. نحن راح نستخدم Jack didn't get as many presents as Bob. فالفكرة هنا أنه نأخذ هذه الصفة اللي هي قد تكون بصيغة الكومبارتيف أو السوبرلاتيف ونستخدم الستركتور as لما نريد نقول أنه two persons or two things are equal، مساوين ومشابهين في صفة معينة. ولما راح نستخدم as زائد الصفة زائد as، الصفة هنا تكون بدون er أو est. يعني مثلا Jill more intelligent as Bill. Bill isn't as intelligent as. فنشيل المور، نشيل الـ er أو الـ est، وإنما نستخدم الصفة بشكلها التقليدي الاعتيادي بدون إضافة er أو est وهكذا. هذا بس الشيء اللي يحتاج إنه تنتبهون عليه. Now let us move to page 36. صفحة 36. صفحة 36 عندكم هذا الإكسرسايز، مجموعة من النونز، مجموعة من الأسماء، و you have to derive، you have to get the adjective out of these nouns. يعني تشتقون الصفات من هذه الأسماء بإضافة مجموعة من السفكسز، هذه الإضافات. مثلا success نجاح، تصبح successful ناجح. luck lucky نضيف y. romance romantic tic. وهكذا الحلول موجودة عندكم page 91 صفحة 91 وتتأكدوا من الحلول عندكم. مثلا احنا عندنا noise بمعنى ضجة، noisy نحذف الاي ونضيف فقط y، noisy. dirt يعني وساخة او قذارة، dirty نضيف فقط y وهكذا. So if you want to check your answers, you can go to page 91. That's all concerning the exercise that you have to pay attention to on your own active workbook. هذه كل التمارين المهمة. So this is your own homework for the next lecture, inshallah. Thanks for your own good listening and bye bye.